في العصيرات. الحقيقة بكون سعيد جدا ومعايا كل الزملاء القيادات المحافظة لما بنيجي للعصيرات، وحضراتكم أكيد بتلمسوا ده حبنا لحضراتكم واحترامنا لكم، والحقيقة نموذج رائع في سوهاج كلنا بنعتز بحضراتكم. فالحقيقة النهاردة بشكر العيلتين اللي قبلوا هذا الصلح وكانوا سبب إن إحنا نقابل حضراتكم ونقعد معاكم ودائما في الأفراح والمصالحات. ولو تسمحوا لي، وإحنا كنا لسه الأسبوع اللي فات بنبعت خالص التعازي في مثلث الرحمات الأنبا فام في مركز طمع، ويمكن حضراتكم شفتوا مظاهرة الحب من كل أهلنا في طمع، المسلمين قبل المسيحيين، وما يعني الحقيقة ملحمة من الوفاء والحب والتراحم. هي دي مصر بطبيعتها وبأهلها، اللي دايما سيادة الرئيس يراهم يقول طول ما المصريين كده محدش هيقدر يجي جنب مصر. ربنا يحافظ علينا دايما، أمن مصر وأمنها إن شاء الله. برحب الحقيقة بالأستاذ صلاح عبد الباسط رئيس مركز ومدينة المنشآت وكل القيادات الوحدات المحلية، وبشكره على المجهود الرائع والتواصل. والحقيقة كلام حضراتكم عليه هو اللي يسعدنا، لأن كلنا جايين نخدم أهلنا في سوهاج. سعيد بالشباب اللي أنا شايفه النهاردة، الحقيقة شيء جميل جدا، يمكن من المصالحات القليلة ألاقي فيها كمية شباب متواجد، فده شيء بيسعدنا، لأن مش دورنا في المصالحة إن إحنا ننهي الخصومة فقط، ولكن الجيل اللي جاي بنقول له أن الوقاية خير من العلاج. خلينا نستثمر صحتنا ومجهودنا وفلوسنا في البناء بدل ما هو في الاحتقان والغضب والسلاح زي ما العمدة قال، ونبعد تماما عن كل مداخل الشيطان ونتفرغ لحب بعض إن إحنا نبني بلدنا بإذن الله. الحقيقة أنا بشكر العيلتين الكريمتين النهاردة اللي خلونا نيجي ونقعد مع حضراتكم، وزي ما احنا متعودين كل صلح بيكون فيه هدية للمكان اللي بيتم فيه المصالحة. إن شاء الله النهاردة لحضراتكم أكتر من هدية بإذن الله، ده حقكم علينا. ويمكن لما جيت قبل كده لحضراتكم هنا في العصيرات وعدت حضراتكم كده وفي طريق 3 كيلو متر عاوزينه ان شاء الله يترسخ، وبالفعل احنا ادرجناه في الخطه القادمه. ودلوقتي لما تتم مراسم الصلح هنطلب من المتصالحين ان هم يطلبوا الهديه اللي عاوزينها، واحنا لابد ان شاء الله ننفذها لهم فورا اكراما لهم على قبول هذا الصلح، ثم محبه وبنكسب ودكم في العصيرات اللي دايما بنجي لكم واحنا سعداء بيكم. يا رب دايما نيجي العصيرات في كل المناسبات السعيده والافراح. وزي ما بأكد لحضراتكم، هو العصيرات لها مكانة في قلوبنا جميعا، وهذا التجمع الرائع الحقيقة بيسعدنا ويشرفنا. اسمحوا لي ان احنا نبدأ ان شاء الله مراسم الصلح، ويبقى العيلتين ان شاء الله يطلبوا الهدية الثالثة او الرابعة او الثانية اللي انتوا عاوزينه اكراما لهذا التجمع الرائع. ربنا يحفظ علينا مصر دايما. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.